مساكم فلالي من الأشياء الاستهلاكية في السيارة زيت الماكينة. لا إحنا ما نستغني شهر كل شهر كل شهرين نروح نغير زيت السيارة. فاليوم تغطيتنا راح تكون لهذه الشركة OWS، شركة معروفة من أفضل وأجود أنواع زيوت عندنا. فخلينا نتعرف عليها من قرب. مؤسسة حسين آل محمود المستورد الحصري إلى هذا المنتج في المملكة العربية السعودية. OWS شركة ألمانية دخلت السوق السعودي في 2016، ولما جاء فترة كورونا استحدثوا خط إنتاج من دولة الإمارات. الزيت بنفس المواصفات بنفس التركيبة بنفس الاختبارات على المنتج الألماني نفسه هو على المنتج اللي عملوه في دولة الإمارات. مؤسسة حسين آل محمود حريصة على هذا الموضوع، فأخذت عينات وطابقتها في العينات الألمانية فوجدتها نفس التركيبة. طبعا المنتجات كلها اللي تدخل السعودية تبرع المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى فحص المواصفات والمقاييس ودوا العينات إلى مختبر الحوطي، وهو من المختبرات المعتمدة والمعروفة والمشهورة على مستوى المملكة. طبعا احنا متواجدين في مركز الريف لخدمة السيارات حق تبديل زيوت وبنشر وترصيص. طبعا هذا المركز من أشهر المراكز الموجودة في المنطقة، موجود عندنا بالصناعية، صناعية التركية. ومعي هنا حسين آل محمود صاحب المؤسسة، يعطيك العافية أبو علي. الله يعافيك ومساء الخير عليك المتابعين. أهلا، تقدر تعطيني بس فكرة شنو الاختبارات اللي عملتوها على الزيت بعد الاستخدام؟ تمام، احنا سوينا اختبار إلى عينة زيت مستخدمة لمسافة 10,000 كيلومتر على سيارة نسبيا قديمة يوكن 2007 ثمانية سلندر في عز الصيف عندنا في شهر 7 و8 إنجليزي اللي راحوا دول الاثنين. وبعد ال 10,000 كيلو أرسلنا العينة إلى الحوطي واستلمنا النتيجة بعدها 3 و4 أيام. النتيجة كانت مطمنة جدا. النتيجة كانت أن الزيت العينة اللي انفحصت بعد 10,000 كيلو ما زالت ضمن الحدود الطبيعية للزيت الـ 5W30 اللي موجود في الصورة الحين، وإن ما زال بالإمكان استخدامه لمسافة أطول، بالإضافة إلى أن الـ TBN وهذا الرقم مهم جداً ما زال ضمن حدود نسبياً تعتبر عالية اللي هي 8 ما شاء الله، بالإضافة إلى أن نسبة الإضافات الأديتيفز اللي موجودة في عينة الزيت ما زالت ممتازة جداً، وهذا بعد ما مشت العينة 10,000 كيلومتر في عز الصيف. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بعد السنابة هذه راح احط لكم الان نتيجة الفحص. طبعا السؤال الان، زيت هذا يركب مع كل السيارات او لا استاذ حسين؟ اوكي، المتوفر حاليا 5W30 و10W30 اللي يغطي معظم السيارات اللي موجودة عندنا في السوق. بالاضافه برضو اكيد المتابعين حقتين سائلوا كم المسافه بالضبط. اوكي، هل 5000 هل 10000؟ اوكي، الفولي سينثيتك اويل عاده يمشي 10000، بس الاختبارات اللي سويناها احنا توري ان الزيت يمشي اكثر من 10. جميل، وصلنا الان الى السؤال المهم، زيت بهالتركيبه بهالتقنيه بهالجوده استاذ حسين كيف اسعاركم؟ شكرا، مشكور وما قصر. الله يعطيك العافيه. مع ان الزيت بمواصفات ألمانية عالية وفي إضافات نسبتها عالية، إلا أن سعره بنفس المنتجات اللي موجودة في السوق. الأماكن اللي يتواجد فيها الزيت موجود بعدة أماكن، أنا موجود حاليا بمركز الريف لخدمة السيارات اللي موجود بتركيا الصناعية، وأيضا موجود بمركز حماية المحرك وجنة الرضا والإسكافي لقطع الغيار ومركز الربع ميل ومركز، طبعا هدول كلهم موجودين بالقطيف وضواحيها، وموجود في مركز الزيوت في الدمام ومركز مصدر الزيوت في الخبر والأحساء. طالما احنا في مركز الريف خلينا ناخذكم بجولة. طبعا هذا من أشهر الأماكن اللي عندنا في موضوع ميزان السيارات، يعني تقول لأحد أبغى أسوي ميزان يقول لك روح على طول بنشر الريف أو مركز الريف اللي موجود في تركيا الصناعية. إن شاء الله تبارك الله المركز زي ما احنا شايفين مرة مرة ضخم. طبعا طالما سيارتك تنعمل لها خدمة زيت أو ميزان، في عندنا هنا غرفة أو صالة انتظار للرجال، دورة مياه، وبالإضافة هناك في مكان استراحة إلى السيدات. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية، ونختم تغطيتنا بمسابقة إلى الـ OWS. راح تكون 10 أسابيع، كل أسبوع راح يختاروا 3 فائزين. راح تكون جائزة الأولى تغيير زيت مجانا مع فلتر، جائزة الثانية خصم 50% على تبديل الزيت والفلتر مجانا، جائزة الثالثة 30% خصم على تبديل الزيت والفلتر مجانا. أسبوعيا 3 فائزين. طريقة الاشتراك بالمسابقة فقط تصور علبة الزيت من أي مكان، تصورها وترسلها على الرقمين الموجودة على الشاشة،
راح يحطوا صور بالانستغرام والاعلى لايكات راح يفوز. يعطيكم العافية وفالكم الفوز.